الألم الإيجابي يعني مثلا يعني من حادث سيارة هو بخذ ضرب كمبيوتر الدماغ يعني، فصار عندي مشكلة بتذكر الأشياء حتى القريبة يعني، أنا أعتبره هذا يعني إيجابي يعني. بس اللحظة اللحظوية اللي بعيش فيها بالثانية أنا يعني أنفعل معها بشراسة يعني، خاصة بهاي الأزمات والكركبات واختلاط المفاهيم، في تشويش بالعالم أصبح يعني أفرادا وجماعة زمرا، الكل أصبح معقد سيكولوجيا ويعيش اغترابه الذاتي. في أشخاص أنا مدرك لما يمشوا في مساحة فارغة أو في شارع يعني وحيد أو في قرية ما، كل الأشخاص عم يدفعوا بالمشي تبعهم بأربع جهات، لا ثمت أنه والله هو ماشي إلى الأمام أو إلى الوراء، هو بيدفع جسمه إلى الأمام ولا الوراء إلى الخلف إلى الشمال والجنوب والغرب والشرق باللحظة الواحدة، في احتكاك مرضي مع المغناطيس تبع الكرة الأرضية، في احتكاك مع الجاذبية، في عدم تصالح مع الأشياء. يعني المرأة لا تفهم على الرجل، والرجل حامل هم من الجبال فوق كتفه، بكاء الرجل ألم الرجل كأنه حمل جبال العالم الكرة الأرضية على ظهره. الرسم يترك لي مجال من الفسحة والدعابة بهذا العالم. أنا مرات أنا برسم عصافير يعني ملكية طبعا لابسة تيجان أو إلى قرون مثلا إلى شفاه حمراء، شعرها قصير يعني كاريه على الطريقة الفرنسية، بلبس المرات الجرافيتات قديمة على مزاج الستينات موضة الشارلستو. فأنا يعني بشوف هيك الأشياء، بنجز دعابتي أو مرحي أو حياتي بهذا الفراغ الأبيض باللوحة، متعتي تتم هذا. وجميل أنه هاي المتعة بنفس الوقت في ناس عم يستمتع فيها، يعني كما أنا استمتع الآخر يستمتع بها. طبعا اللي بده يستمتع فيها بده يكون يتقاطع ويتشابه مع المزاج النفسي تبع سبحان آدم. مو معقول من شخص ما بيعيش حالات القوة تبعي هو عايش باختلاط من الزيف والكذب والتزوير بحياته بده يحب عملي، لا، أول بده شخص يكون رجل رجل ويكون امرأة حقيقية ويكون رجل حقيقيا يكون متمردا حتى بيفهم كيف الشغل تبعي. الناس السخفاء والمزورين الكوبي تبع القطيع مثلا حتما هن ما بيفهموا الأعمال تبعي.